ولنقاش ملف عملية استهداف قوات التحالف الدولي وتصريحات المسؤولين الأمريكيين حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بكم سيادة العميد. حياكم الله وياكم أختي الكريمة. في ظل الهجمات المتكررة على أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي في العراق، من المسؤول عن هذه الهجمات والهدف منها؟ بالنسبة للهجمات الميليشياوية طبعا والتي ظهرت بفصائل عصبة الثائرين وقفضة الهادي، هي عبارة عن نفس المجاميع التي انشطرت من الميليشيات المعروفة والتي في مقدمتها عصابة للحق والنجباء وغيرها. إذن هي ذات الميليشيات ولكن بمسميات أخرى. هذه الهجمات لها عدة غايات، في مقدمتها هو تأكيد الولاء الميليشياوي التام للنظام الإيراني، أيضا إرسال رسائل لدول الأقليم والدولية بأن من يتحكم في القرار السياسي والأمني في العراق هي الميليشيات والأحزاب التي تنضوي تحتها. هذه الهجمات أيضا يتم توظيفها كورقة ضغط بيد الأحزاب الطائفية لفرض إملاءاتها سواء على حكومة الكاظمي أو الحكومات التي ستأتي في الانتخابات المدمع عقدها في حزيران القادم. وجميع هذه الهجمات هي عبارة عن رسائل إيرانية بأدوات ميليشياوية على الجغرافيا العراقية. في الحوار الاستراتيجي الذي أجراه الكاظمي في بغداد وواشنطن، تم التركيز على محور كبح جماح الميليشيات في ظل الهجمات المتكررة هذه. ما مدى قدرة الكاظمي فعليا على الحد من الانفلات الأمني للميليشيات؟ حكومة الكاظمي حكومة إعلامية لحد هذه اللحظة، والكاظمي وأجهزته الأمنية غير قادر على كبح جماح السلاح الميليشياوي، وهذه حقيقة ميدانية. فخطة الكاظمي الأمنية في وادي والهجمات الميليشياوية في وادي آخر، وأيضا الكاظمي لن ولم يجازف في خوض معركة مع هذه الميليشيات لأنه يدرك جيدا بأنها مقدمة طبعا بأنها هو الخاسر في هذه المعركة، لذلك هو يتجنب الاقتدام بهذه الميليشيات. شاهدنا نتائج هذه العمليات الأمنية، هي القبض على هذه الأسلحة وهنا وهناك وفي مناطق غير معروفة بالتواجد الميليشياوي. هو يعرف جيدا أين تتواجد الميليشيات وأين مقراتها ومن يستهدف المقرات والقوات الأمريكية، هو يعرف جيدا، لكنه لن يستطيع أن يصطدم بهذه الميليشيات. وعليه فالكاظمي وأجهزته الأمنية هي موجودة وتحت سيطرة الميليشيات. اليوم من يتحكم في الموقف الأمني والعسكري هي الميليشيات، وسلطتها فوق سلطة الأجهزة الأمنية والحكومية التي تم اجتذاذها بقصد في بداية الاحتلال الأمريكي للعراق ثم تسليمه للاحتلال الأمريكي ليصبح العراق تحت احتلالين أمريكي وإيران. تناول تقرير لموقع المونيتور الأمريكي حظر واشنطن للميليشيات وتمهيدها لعقوبات جديدة في العراق، ما مدى جدية العقوبات الأمريكية هذه أمام العجز الحكومي للسيطرة على الميليشيات؟ هذه الميليشيات هي لم تأتي من فراغ، هي جاءت وتغولت وتوغلت تحت النفوذ الأمريكي، والكثير من أسلحتها تم استخدامها هي الأسلحة الأمريكية التي أعطيت للجيش. نحن نعرف صواريخ الـ AT-4 الأمريكية التي تستخدم ضد الآليات المدرعة هي سلاح أمريكي، وتم استخدامه أمام أمريكا في معارك بيجي سابقا عندما كانوا يقع هنالك أكذوبة محاربة الإرهاب في المناطق السنية. إذن هذه الميليشيات هي جاءت بتغافل أمريكي واضح، لذلك أمريكا غير جادة في محاربة هذه الميليشيات، وأمريكا دائما وفق الاستراتيجية العسكرية دائما تجدد الآليات وتستحدث الأدوات. الميليشيات هي أدوات أمريكية بقرار إيراني، لكن عندما تصدر حظر لهذه الميليشيا أو تلك هو عبارة عن قضايا إعلامية ليس أكثر.
وسبقت هذه العقوبات إعادة تمركز للقوات الأمريكية في العراق. كيف تفسر هذه الخطوة الأمريكية قبيل الانتخابات في أمريكا؟ الآن الانتخابات الأمريكية أثرت تأثير كبير على الاستراتيجية العسكرية في دول المنطقة تواجد فيها. اليوم لو نوصف ما هي الاستراتيجية العسكرية في دول المنطقة، هي تمثل الركود الأمني والعملياتي في المناطق التي تتواجد فيها. لذلك نرى تصريحات ترامب وقبله حول موضوع الانسحاب هنا وهناك، وفي غايته ليس هنالك اي انسحابات، هي مجرد غايات اعلاميه للمرحله الانتخابيه التي يمر فيها الرئيس ترامب. اذا لو حدثت انسحابات هنا وهناك هي لن تؤثر على الموقف العسكري الامريكي. نحن نعرف الاستراتيجيه العسكريه الامريكيه تعتمد في تعزيز قطعاتها على تعبئه القوات المحموله جوا، التي لا يتطلب انفتاحها وجاهزيتها للقتال سوى ساعات محدوده. لذلك مفهوم الانسحابات الامريكيه في النظريه العسكريه غير موجود في العراق جغرافيا وامنيا، وهي مستمره في تعزيز قواتها سواء على مستوى توسيع القواعد العسكريه او استبدال القطعات. شكرا جزيلا لكم مستشار مركز الأمة لدراسات وتطوير الشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل طائي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.